يسعد صباحكم كل اوقاتكم. وصفتنا النهارده هي هنعمل هريسه الشطه بطريقه بسيطه جدا وسهله وسريعه، ومكونات بنفس سر المصانع ونفس تركاتها. مكوناتي طبعا سهله وبسيطه، بس خليكم معايا عشان كل مكون بيتحط في وقت معين علشان تاخدوا اجمل هريسة تقدروا تعملوها وتحطوها لكل التتبيلات معانا. واهم حاجة في الهريسة تكوني لابسة اي جوانتش عندك، ان شاء الله اي حاجة بلاستيك كده علشان خاطر بيبقى طبعا مشطشط. عندي طبعا هنا عندي 3 معالق زيت، طبعا انا هعمل نص كيلو، النص دي مكونات النص كيلو. عندي 3 معالق زيت، عندي 2 معالق عسل اسود، عندي 1.5 معلقة ملح، عندي 5 فصوص ثوم، عندي 1 كبيرة بابريكا، عندي 1 صغيرة كمون، 1 صغيرة كزبرة، عندي 3 معالق خل، 3 معالق ليمون. طبعا ديت المكونات لنص كيلو. لو هتعملي الاول نص كيلو من الهريسة، نزيح دولت دلوقتي كده. هنجيب الهريسة بتاعتنا، دي الهريسة بتاعتنا. طبعا اهم حاجة طبعا بكون غسلها كويس جدا ومنشفاها، ما يكونش فيها مية خالص. النوعية دي من الفلفل الشطيطة بتبقى مسكرة شوية عن الطويل قوي، ده الرفيع بيبقى حرق قوي. فطبعا بتجيب النوعية اللي انت حابة تشتغلي بيها. طبعا بنشيل الراس دي اهي، وكله بقى بنفس الطريقة. طبعا شلنا طبعا اهو كل الاعواد، لو برضو مش عايزاها مشطشطة قوي بتفتحيها كده من النص وبتخرجي البذر منها لو مش عايزاها مشطشطة. تمام، عايزاها عادي بتبقى مشطشطة معاكي، بتسيبي البذر فيها. تمام كده، تقطعيها بالبذر بتاعها، مش عايزاها مشطشطة بتشيلي البذر. بالنسبة لي بفتحها وبشيل البذر منها وبقطعها كده على طول في قلب الكبة اللي هشتغل فيها. اهو بجيب كده اهو اهو، بفتحها كده وبشيل البذر كده منها زي ما اتفقنا. لو انت بتحبيها مشطشطة قوي بتعمليها بالبذر، مفيش مشكلة خالص. اللي بيحبها زي كده مش مشطشطة قوي بيشيل البذر كده منها وبيقطعها في الكبة على طول، تبقى متوسطة يعني ما بتبقاش مشطشطة قوي. وقطعناه طبعا اهو، هنديله فرمة الاول قبل ما نحط عليه المكونات بتاعتنا. هبدأ بقى احط كزبرة والكمون، البابريكا، 1 معلقة الخل، 2 معلقة الخل اقصد، 2 معلقة الليمون، 5 فصوص الثوم او 6 على حسب طبعا، 1.5 معلقة ملح. وهضرب بعد ما حطينا المكونات والثوم هنبدأ نضرب. طبعا حابينها ناعمة تمام، حابينها متوسطة زي ما انتوا بتعوزوا بقى بتضربوا على حسب. بعد ما ضربت بكل المكونات بتاعتي هحط 2 معلقة العسل الاسود، وهضرب مرة واحدة بس. بعد العسل ما نضربش كتير، بنضرب مرة واحدة بس. العسل ده مادة للحفظ مع الخل والملح، دي مادة الحفظ عشان لما نحطه في البرطمان يحفظه لنا. بس كده تمام، بقت معانا طبعا بالمنظر ده. مش هنحط بردك الزيت دلوقتي، هنقول هنحطه امتى، عشان كده قلت لكم خليكم معايا. طبعا اللي مش حابه تحط البذر زي ما تحطش، اللي حابب يعمل الهريسه المطبوخه بعد ما بنضربها كده بنحط
زيت على النار وبنحطها تغلي، وبعد كده بنعبيها بردك في البرطمانات. تمام، هي نفس الخطوات بالظبط، بس بتتحط على النار لما تغلي وبعد كده بتتعبى في البرطمان. كده بقت جاهزه معانا، هنفضيها بقى في الطبق او نفضيها في البرطمان المعقم بتاعنا. شايفين عامله ازاي حبايب قلبي اهي، وزي ما اتفقنا الطريقه الثانيه اللي حبيبه يعملها مطبوخه، بيحطها على النار بمعلقه زيت اهي، طبعا بنعبيها ببرطمان معقم معانا. طبعا طريقه تعقيم البرطمان ان احنا بنحط ميه ونغلي فيها البرطمان، بعد كده بنسيبه نصفي خالص من غير ما ننشفه، كده بيصبح معقم معانا، وبنشيله في التلاجة ناخد منه بمعلقة نظيفة وقت ما نعوز نستخدمه. هنضيف بقى الزيت على الوش كده، وبقى معانا احلى هريسة. نضيف هنا الزيت برضو اهو في الباقي ده كده اهو، هنفضيه بقى في البرطمان. جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا، جربوه ان شاء الله يعجبكم. اشوفكم ان شاء الله يا رب في وصفه جديده. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشيروها لاصحابكم وتعملوا لي لايك، ولو انت جديد بيسعدني اشتراكك عندي. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم الجميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.